هيدا الفيروس هو الكورونا، فيروس كورونا اللي موجود بس عند البسينات. هيدا الفيروس موجود بعدد كتير كبير من البسينات اللي عنا بلبنان، في يعيش معه ويتأقلم معه وما يأثر عليها، ونسبة يمكن 60-70%. أي متى بيصير في خطر؟ لمن يعمل ميوتيشن ويتحول للبيف أو الـ FIP، واللي هيدي النسبة بتكون كتير قليلة. لهيك ما بدي يكون ما تخافوا من انتشار هيدا الفيروس، هيدا الفيروس موجود من زمان، مش إنه هلأ انوجد، والميوتيشن اللي بيعملها أو التحور اللي بيصير عنده هو نسبته كتير قليلة. بس تتحول أو يصير يعمل ميوتيشن هيدا الفيروس، ما بقى بينعدى من بسين لبسين، فقط فيروس الكورونا هو اللي بينعدى، واللي هو ممكن يتأقلم مع الحيوان، يعيش عنده وما يأثر عليه على حياته ولا يبين عليه، ينتقل للكات من كات لكات. لهيك في ممكن يكون عندنا 10 بسينات وحدة منهم يكون عندها هيدا الفيروس، مش ولا وحدة تانية يعمل ميوتيشن عندها ويتحور ويصير FIP ويصير في خطر على حياتها. بالنسبة للإنسان هيدا الفيروس ما بيعدي الإنسان، ما تخافوا على حالكم، ما بينتقل لقلنا نهائيا. حرارة، قلة القابلية على الأكل، ممكن الكات أوقات بيصير عندنا مشاكل بالأعصاب بتلاقيها ما بتقدر تعمل كنترول لحالها. في كذا عارض ممكن نقدر نستند عليهم، أكيد لازم هون نراجع للفيت. صار في علاج، ونحن من سنة عم نعالج بهيدا الفيروس، لقينا له العلاج اللي هو شوي غالي سعره، ولكن عم نعالجه، عم نتابع هيدي الحالات وعم يصح منه كتير حالات. عدد هالحالات او هالكيات اللي عم تجينا هل هي كتير كبيرة؟ لا، هي قليلة كتير، يمكن بالشهر بيجي حالة او كل شهرين حسب. ما تخافوا على الحيوانات او البسينات الموجودة بالطريق، ما تأذون، هودي لا حيسببوا لكم اذى ولا حينقلوا لكم اي عدوى ولا حينقلوا لكم اي مرض، وما تأذون، بالعكس اذا بنقدر نساعد وين بنقدر نساعد نحن كأطباء جاهزين. لحديت هلا هيدا هو الموجود، اكيد نحن عم نتابع واللجنة العلمية عم تتابع مع كافة الدول على اي شيء مرض او اي شيء بيبين فيروس جديد او اي ميوتيشن او اي سترينج جديد بتطلع. لحديت هلا فينا نطمنكم انه هيدا هو الموجود، ما في داعي نخاف.